قطع أهالي جلديب الأوتوستراد الساحلية عند 7 صباحاً رفضاً لعدم بت مشروع الجسر الجديد الذي سيوفر مدخلاً ومخرجاً لائقاً إلى المنطقة. الأوتوستراد قطع في الاتجاهين ما أدى إلى زحمة سير خانقة وصلت إلى نفق نهر الكلب وسط انتشار مكثف للقوى الأمنية، وانضم إلى المتظاهرين عدد من النواب والمسؤولين السياسيين إضافة إلى فاعليات مدنية واجتماعية. مش مكتفين بالتضامنون، احنا بتواصل مع مجلس المياه والاعمار ومجلس الوزراء للاسراع باتخاذ قرار ببدائل مفيدة للمنطقة ولكل اللبنانيين على هذا الساحل. اليوم مثل ما عم نسمع مثل ما عم تسمعوا كلكم انه هذا المشروع تقريبا حيتم اقراره، ونحن وجودنا هون اليوم لنأكد على اقراره ولنطلب من مجلس الوزراء انه ياخذ هذا القرار باسرع وقت ممكن. قدمنا لهم دراسة اللي هن بتكلفهم ملايين الدولارات، قدمنا لهم اياها مجانية. بتمنى ينظروا فيها وينفذوا بقى. التكلفة التقريبية 13 مليون دولار، اعتبر 15-16، بعدنا كتير بعيد عن 40 و45 مليون اللي هن عم يطلبوه. هيدا ما في استملاكات، هيدا ما في ضرر للعالم. نحن مجتمع مدني غير مسيس، همه راحة السكان ومدخل ومخرج المتن من جل الديب. شفتوا العالم كيف واقفة، صار وصل السير هلا للصين، للصين وصل السير. اوكي، بس عيب انهم يسكروا دينايون. ما نحن اللي نحن يعني نحن اللي عم نجيبكم وعم ننتخبكم، بس ردوا علينا. بس انا جاي على شغلي واضطريت امشي كل هالمسافه، بس بدي اعرف باي حق بيمنعوني وبيسكروا الطريق؟ وين الحريه؟ وين الحضاره؟ هي حضاره؟ وفيما أكد النائب إبراهيم كنعان للجديد أن ملف جسر جل الديب مطروح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، استغرب رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر تصعيد أهالي جل الديب، آملاً أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً في جلسته ليصار إلى بدء